لقطاع السياحة، هذا القطاع اللي شهد تدهور كبير في الفترة الأخيرة، هل من الممكن أن قرض صندوق النقد الدولي ينتشل هذا القطاع من هذه الحالة من الإحباط كمان اللي موجودة عند الناس اللي شغالة وبتعمل فيه؟ لا، قبل الحقيقة موافقة صندوق النقد قرار تعويم الجنيه في حد ذاته ده أعطى دفعة غير عادية لقطاع السياحة، لأنه لو نحسبها ببساطة، المواطن اللي كان معاه 1000 دولار وجاي هنا، المواطن الأجنبي السائح اللي كان معاه 1000 دولار وجاي هنا بيغيره ب9 جنيه، يعني هيبقى معاه 9000 يتفسح ويروح ويزور وما إلى ذلك. لما مؤكد دلوقتي ال1000 دولار اللي كانوا معاه بقوا يعادلوا 15-16 ألف جنيه، ده معنى كده فرصة إضافية بالنسبة له، إنه بعد ما كان هيقعد 2-3 يومين يقدر يقعد أسبوع، وبالتالي تعويم الجنيه أعطى دفعة غير عادية للسياحة. الحقيقة السياحة الفترة الماضية كانت بتمر بظروف صعبة، جزء منها كان اقتصادي، لكن كمان مؤكد إنه كان في بعض الأبعاد الأخرى سواء كانت سياسية أو أمنية وما إلى ذلك. مؤكد خلال الفترة اللي جاية التحسن في الوضع الاقتصادي هيؤدي لمزيد من جذب السياحة، المسائل بدأت تتحرك في الاتجاه الإيجابي، رفع الحظر الحقيقة بدأ يتم بشكل كبير من عدد من الدول، بدأنا نشوف سياحة روسية، سياحة ألمانية، وبالتالي أتصور خلال الفترة القادمة قطاع السياحة سوف يتعافى. وبالمناسبة قطاع السياحة دوما كان بيتعرض لأزمات أو ضربات قاسمة وكان بيستعيد قوته ويرجع لوضع أقوى مما كان عليه، وده الحقيقة أتوقعه خلال الفترة القادمة، إن قطاع السياحة هينشط مرة أخرى ويحقق معدلات أعلى من المعدلات اللي إحنا كنا بنحققها قبل 25 يناير 2011. كنا وصلنا حوالي يمكن 12 مليون سائح كانوا بيدخلون حوالي 14 مليار دولار. أتصور إن هذه الأرقام ليس بعيدة، ممكن نبتدي نقيس من السيزون الشتوي اللي إحنا داخلين عليه دلوقتي، لكن أتصور من العام القادم إن شاء الله سوف نشهد طفرات كبيرة في قطاع السياحة.